السلام عليكم. كل الناس اللي انتقدت قالوا لنا انت بتتكلم عن الزيوت الصحيه والسمنه البلدي اللي غاليه ام 150 و200 جنيه ومش بنلاقيها، وزيت جوز الهند اللي غالي. النهارده جايب لكم ارخص سمنه ممكن تستخدموها، وهي السمنه اللي جايه من دهون الابقار والعجول والحاجات دي كلها. السمنه دي بنجيب حله ونحط فيها الكيلو بيتباع من 20 ل 25 جنيه، بتتحط وبيتحط عليها ميه ومعلقه ملح او معلقتين ملح، وبتتساب على النار لمده ساعتين بتطلع السمنه بتاعتها، وزيها زي السمنه البلدي. وللعلم بتتخلط السمنه دي بالسمنه الفلاحي وبيسموها السمنه الكدابه، في ناس بتستخدم بتضرب بيها السمنه بمعنى اصح يعني. فدي بديل صحي رخيص، يعمل له ال 2 كيلو يعمل لهم حوالي كيلو ونص او 2 كيلو لحمه، وصالحه جدا تنفع ان احنا نقلي بيها ونستخدمها في اغراض القلي، لان الدهون اللي فيها مشبعه وما فيهاش اي مشكله وما بتتاثرش بالحراره. المعلومه الثانيه اللي عايز اقولها للناس اللي بتقول الدهون المشبعه خطيره، احنا بنستخدم الدهون للقلي لازم تبقى مستقره ما يحصلهاش تغير. احنا بنتكلم على وسيط بنحط فيه الحاجه تتقلى، مش بنتكلم على حاجه بناكلها، احنا بنتكلم على وسيط بيستحمل درجات الحراره عاليه عشان ما يطلعش مواد كيميائيه مضره زي الزيوت النباتيه. ده للناس اللي بتنتقد الموضوع بتاع ان استخدام الزيوت النباتيه. فاحنا اتكلمنا عن زيت جوز الهند والسمنه البلدي، وده البديل الصحي للناس اللي قالت انت جاي من فرنسا. اتكلمنا عن الحاجات الغاليه، حاجات رخيصه وصحيه وممكن نستخدمها كلنا في البيت، وهسيب لكم لينك الفيديو عشان ازاي تعملوها في البيت، وهنعمل فيديو ثاني اوريكم بتتعمل ازاي. السلام عليكم.